الأوضة باتنين جنيه في الشهر؟ في الليلة طبعا، ده في العشر أيام الأولى، بعد كده تبقى الليلة بجنيه ونص بس. خلاص احنا نمشي دلوقتي ونجيلك بعد عشر أيام. أوضة 19 أرخص أوضة بسرين عندنا، جنيه واحد في الليلة. ومن غير سرير خالص بكام؟ تيجي ازاي دي؟ أصل عشان ظهري تعبان في البتاع ده، فممنوع عليا السرير، بنام واقف. أنت عارف حضرتك الخيل بتنام ازاي؟ بيجيبوا الخيل ده مؤاخذة يا عم يلا يا عم. طب هو بينام واقف زي الحصان، أنا بنام معوج زي الحمار، كتيرة جنيه. ده حرامية يابا. ايه واسع بس ضيقه شويه، او السقف نازل. فيها سفور شفته في اوضه النوم واحد. والشقه اللي شفناها دي ايجارها كام في الشهر؟ ب 100 جنيه عشان خاطركم، ما تهزقها شويه، احنا هندفعوا 7 جنيه. ويا حسان انا العصايه. تعالى يا سيدي تعالى. العالم انصعرت يا جدع. ايوه انت خلاص بقيت اسكندراني. طب حنباتوا فين يا ابو احمد؟ على رصيف نمره 5 يا معلمي. السرايا دي خليك انت، اصلك نحس يا راجل، ده تلاقي الاوضه فيها بمليون جنيه. ما تخافش هنزلها النص. بكام؟ خدناها لقطة 3 جنيه في الشهر. ايوه تعال. ده عم علوان اجدع راجل في اسكندرية. الله يعمر بيتك يا عم علوان. تعال تعال، دي عليها جنينة. بص انا هشيل الورد اللي في الحوض القبلي ده وازرع بدله قصب. ايوه ده احنا هنمص مص. بص هنا ايه، مطرح الحوض هنزرع فول، واللي جنبين يزرعوا سلطة. الله يأمر بيتك يا عم علوان. مين الحيأجر؟ ما احنا قدامك اهو، ما كانش يتعز. انا فاكرك بتأجر أوضة لأختك قريبتك، الفيلا دي للبنات بس. الله يخرب بيتك يا عم علوان. عم علوان ده أندى الراجل في اسكندرية. ما انا عارف. شايلنا، شيل شيله. قال للبنات بس. ايه حاجه يا اخي. يا سلام يا هاد، لو كنا بنات كان كل الرجاله اللي في الدنيا قلبوا ستات عشان ما يتجوزوناش. الله. اتفضل. من فضلك الاوضه بكام في الشهر؟ 3 جنيه. طب في اوضه فاضيه؟ والله مش عارف، نشوف. انتوا حظكم يا رب. عشان يعرف يصطفى بيها. ايه؟ اصل النظام هنا كده يعني.
زي بعض. تعالى وريها لي. اتفضلوا. يا رخ رصيفت رطوبة وما بتخشهاش الشمس وبتجيب المرض. اتفضلوا. عجباني. والأجرة هي مساكين، السكينة سرقاهم، مش عارفين ايه اللي هيجرى لهم. انت بتقول ايه؟ ولا حاجة. الحمد لله اني ما لقيتش مكان في بيت الطالبات، وانا مشكورة اني ما لقيتش في المدينة الجامعية. كيف السرير حلو ازاي يا خلاص؟ تتجنن. طب يا ترى في أوضة علشاني؟ استنى ما نشوف الكشف. مفيش مانع. الحمد لله، أشكرك يا رب. في شوب. ايه جرى ايه؟ ما كنت بتقول دلوقتي؟ مع السلامة، الله يسهل لك. ده منظر تدخله في الفيلا بتاعتي. الله، ده خلقة ربنا. ما تعرضنيش، ده هيذلنا علشان المهية ولا ايه؟ متبطن بتقول ايه؟ ولا حاجة بيه، بقول انا راجل صاحب عيال يعني ملوش لزوم. يبقى لازم تصحصح معايا. انت عارف احنا دلوقتي في موسم البنات الغلابة اللي بيجوا من بلاد التانية علشان يخشوا جامعة اسكندرية. مظبوط مظبوط. مساكين مالهمش حد في البلد دي، واجب علينا نحافظ عليهم من رزالة الشبان المستهترين. ربنا يكون في عونك. تفتكر بقى ان انا اسيب شركتي واجري وراهم في الشارع عشان احميهم واحده واحده؟ لا لا، ما عندكش وقت طبعا. شفت؟ خد. انا بقى السنه دي حولت فيلتي الى بيت ليهم علشان اجمعهم عندي هنا وابعدهم عن المخاطر. حنين بشكل، وكمان بقيت تشرب فراوله. كل الوجه الله. هو في حد بياخد من الدنيا دي غير عمله الطيب؟ طب ليه رفضت البيت قريبه برج القاهره دي؟ عشان وحشه. نعم، قصدي اللي تبقى وحشه كده لازم اخلاقها تبقى وحشه. انا خايف على البنات منها. انت عارف هنا اهم حاجه عندنا الفضيله. الفضيله، بركاتك بركاتك. تعالى دلوقتي نراجع على اوض الزغاليل. الزغاليل؟ قصدي التلميذات النجيبات اللي سجنوا هنا لغايه دلوقتي. تعالى. اتفضل اتفضل. ضربه الحمار مسرح ما يقول لك صاحبه. ما تبطنش. حاضر. ما تنساش تبقى تعالى اليافطه دي. من هنا وطالع فيلا عاشق قمر هيبقى اسمها دار النجاح. يا مهون. يا اهلا وسهلا. بكام الاوضه في الشهر؟ 5 جنيه بس. يعني ب 16 قرش ونص في اليوم. فصلها ولا فصلها؟ شوفي بقى يا حاجه، احنا مش هندفع اكتر من 16 بس. يا سلام، يعني جيتوا في جمل؟ بسيطة قوي. مش تشوفوا الأوضة الأول؟ اتفضلوا اتفضلوا.